طبعا حضرتك ما عندكش مشكله في التصوير؟ لا لا حاجه تمام خلاص. جربتوه انتم؟ انا ما اعرفش، انا بسلم الشحنه وبسلم فيديوهات. ده الجراب السيليكون بتاع الايربود. افتح بقى السماعه وجربها. دي حضرتك انها هتلاقيها من هنا، دي الوصله، وفي من تحتها اللي هي القطنات. القطنات بتاعتها تمام. جرب بقى الايربود. جهاز الفحص، افتح بقى تليفونك الاول وبعد كده بتفتح الفحص. بص الورقه دي بقى ما بتاع، حطها في رجعها في البوكس عشان يظهر معاك الاول. يظهر في البوكس نفسه. الايربود بقى احنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ريست للبوكس، بنقفل البوكس كده ونرجع نفتحه تاني، يروح جاي ظاهر معانا. ظاهر معاك ايربود برو تمام، دوس عليها الكترون بس، استخدم سماعاتك. ازاي توتي وهي شغاله؟ توتي وات ازاي؟ مش عارف. لا انا شلت واحده خلاص بيفصل. لا في تاتش موجود هنا في السماعه تمام؟ نعم. التاتش ده لما تيجي تلمسه ده بيوقف ويشغل تمام؟ تمام. وفي فيديو شرح الخصائص بتاعته من على موجود على الموقع. ايوه. انت السماعه شغاله معاك؟ تمام. في اي مشكله واجهتك؟ لا. في حاجه واجهتك وانت بتطلب الاوردر حابب ان احنا نطور بيها كازيون؟ لا، السماعه تبقى في السوكيت الثاني. ايوه، كل مكان واحده بتبقى ليها السوكيت بتاعها. اول مره تحتاج نتش؟ لا، هي هتلاقي معاك نسبه الشحن واضحه معاك، بتبقى ظاهره معاك كام في الميه من خلال البلوتوز نفسه. خش كده من جوه، ارجع افتح البوكس تاني. مجرد ما تعمل تفتح البوكس هيعمل كونكت. ارجع تاني تحت اهو، عمل الكونكت. البطاريه بتاعتك 100% بيظهر لك نسبه الشحن بتاعتك تمام. تبقى خلاص فصل صح كده؟ تمام؟ تمام. في حاجة حابب إن احنا نطور بيها موقع أوكازيون؟ لا شكرا جدا. سعداء بإنضمامك لأوكازيون.